احنا دلوقتي في واحدة من اقدم الاماكن الاثرية اللي بتحتوي على اكبر الجبانات المصرية من بداية التاريخ، من الاسرة الاولى وحتى نهاية الاسر المصرية القديمة. سقارة هي المكان اللي بيجمع بين الحياة الدنيا والحياة الابدية. هي المنطقة الاثرية اللي بتربط بين ارض كمة الخصبة وصحراء دشير. من اشهر المعالم الموجودة في منطقة سقارة واللي بنيت في عصر الملك زوسر بهو الأعمدة، وهو مدخل المجموعة الجنائزية لزوسر وعددهم 40 عمود. ويقال إن إمحتب استوحى فكرة نصف الأعمدة الحجرية المتصلة بالجدار من نبات البردي، وإن بين كل عمودين في تمثال لكن تم نقلهم للمتحف المصري. سقارة لم يتوقف فيها البناء، العمار، الديانة والتعبد من عصور نقدر نقول ما قبل التاريخ، العصر العتيق، الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، العصور المتأخرة، الفترة اليونانية والفترة الرومانية، حتى الفترة القبطية والإسلامية. يعني إذن إحنا بنتكلم على استمرارية رائعة جدا في تاريخ مصر القديم عبر العصور المختلفة في منطقة سقارة. الاسم جه من فين سقارة؟ من كلمة الإله سكر. هرم الملك زوسر هو أشهر معلم أثري بسقارة، وهو أول بناء معماري حجري في التاريخ. تم بناء الهرم في عهد الملك زوسر أول ملوك الأسرة الثالثة بالصورة المهيبة دي على يد المهندس العبقري إمحتب. عارفين طبعا في الأسرة الأولى والثانية كانت البنايات بتتم بالطوب اللبن، لكن بدءا من الأسرة الثالثة، بدءا من فترة زوسر، نقل البناية من الطوب اللبن للحجر. قبل بناء هرم زوسر كان بيتم دفن الملوك في مقابر مكونة من مصطبة واحدة تحت الأرض. بناء الهرم من 6 مصاطب عمل ثورة في العمارة المصرية. الهرم المدرج بيحتوي على مدخلين، المدخل الشمالي هو المدخل الأصلي للهرم، أما المدخل الجنوبي فتم إنشاؤه بعد حوالي 2000 سنة من بناء الهرم. استمر ترميم هرم الملك زوسر لمدة 14 عام كجزء من مشروع ترميم وتطوير منطقة سقارة. تي هو أحد نبلاء الأسرة الخمسة في عهد الملك نفر إير كارع، وتي هو المشرف على معابد الشمس. المقبرة مقسمة لجزئين. الجزء الأول عبارة عن حجرات عليها نقوشات للحياة اليومية، بالإضافة لتمثال تي الموجود في حجرة خفية مفتوحة داخل المقبرة. والجزء الثاني من المقبرة هي حجرة دفن تي. مقبرة إيرو كي بتاعها رئيس الجزارين في البيت الملكي في الأسرة الخمسة. المقبرة دي تعرفت باسم مقبرة الجزارين، وده بسبب ان المقبرة بتحتوي على مناظر كيفية ذبح الثور وتقديمه كقربان للآلهة. المقبرة بتحتوي على 8 تماثيل نوسية، وده الاسم اللي بيطلق على التماثيل المنحوتة في الصخر. الملك أوناس هو آخر ملوك الأسرة الخمسة. الهرم ده هو أول هرم مزين بالنقوش الجنائزية أو متون الأهرام اللي كانت بتساعد الملك وبترشده في العالم الآخر. السلام عليك أيها الإله الأعظم، إله الحق، لقد جئتك يا إلهي خاضعا لأشهد جلالك، جئتك يا إلهي متحليا بالحق متخليا عن الباطل، فلم أظلم أحدا ولم أسلك سبيل الضالين، لم أحنث في يمين ولم تضلني الشهوة، فأنا طاهر وما دمت بريئا من الإثم فاجعلني يا إلهي من الفائزين. بالإضافة إن سقف الهرم منقوش عليه نجوم، والنقوش دي كانت معمولة باللون الأزرق، لون الحياة والماء والبعث. استمر ترميم الهرم لمدة 18 عام حتى تم افتتاحه مرة أخرى عام 2016. واحدة من أجمل المقابر الموجودة بسقارة ماري روكا، هو وزير الملك تيتي أول ملوك الأسرة السادسة. المقبرة بتؤكد على أهمية الوزير نظراً لكونها مقبرة عائلية مكونة من 32 حجرة. محتاج إنه يعمل مقبرة كبيرة، محتاج يتكلم على الحياة اليومية، محتاج يعمل غرف
للأساس الجارزي اللي كان بيستخدمه في حياته. المقبرة مزينة بنقوش وألوان لسه محافظة على جودتها لغاية دلوقتي، بتوضح شكل الحياة اليومية للمصري القديم. ومن المناظر النادرة اللي ما تتكررش كتير هو تغذية المصري القديم للضباع لتقديمها كقرابين للآلهة. ومن أجمل المعالم الموجودة في المقبرة دي هو تمثال الوزير ماري روكا بالحجم الطبيعي المحفور في الحجر. مايا كان مسؤول المالية في عصر الملك توت عنخ آمون وعصر الملك حور محب من الأسرة الـ18، وبنوا المقبرة ما بين سنة 1330 و1310 قبل الميلاد. ونقش على كل جدران الفناء الداخلي والمدخل الرئيسي ومدخل المدفن بعض النقوش البارزة والمميزة المحتفظة بألوانها. حور محب هو آخر ملوك الأسرة الـ18، وفي عهد توت عنخ آمون كان أكبر القادة العسكريين. المقبرة دي تعد واحدة من أكبر مقابر الدولة الحديثة. تبدأ المقبرة بصرح كان بيتم فيه الطقوس الدينية، والعمدان الموجودة على شكل زهرة نبات البردي المقفول في رمزية للحياة بعد الموت. أشهر منظرين موجودين في المقبرة دي هي حور محب وهو بيأسر مجموعة من الأعداء وبيستلم مكافئته، وهي ذهب الشجاعة من الملك توت عنخ آمون. السيرابيون أو معبد الإله سيرابيس أو العجل أبيس إله الوحدانية. الإله سيرابيس كان للتوفيق بين المصريين واليونانيين عن طريق الدين، واحد من أكبر ألغاز منطقة سقارة. 26 تابوت مصنوعين من الجرانيت الأحمر والأسود وزنهم حوالي 100 طن. سيرابيس العجل أبيس كان مكان للعبادة، عصور متأخرة وازدادت أكتر في الفترة اليونانية والفترة الرومانية وإلى آخره. في توابيت ضخمة جدا من حجر الجرانيت موجودة تحت في السيرابيوم، وكانت المفروض كلها للعجل أبيس، موجودين في سراديب طولها حوالي 400 متر محفورة في الصخر. الغموض اللي بيحيط السيرابيوم هو عن سبب صنع التوابيت. كل التوابيت لما اكتشفت كانت كلها فاضية ومقفولة، والجدير بالذكر إن مومياء العجل أبيس ما كانتش في أي تابوت منهم. كشف أثري كبير، أجمل ومن أجمل مناظر حياة يومية. بنتكلم على سي في الخاص بالملك. شوف النقوش والألوان اللي فيها، شوف النقوش والألوان. كشف أثري لمقبرة اسمها مصطبة وحدي. من أحدث اكتشافات البعثة المصرية في الفترة الأخيرة مقبرة وحدي. وحدي كان له ألقاب كتيرة، أهمهم الكاهن المطهر. نتكلم على 10 متر طول في 3 متر تقريبا، ب65 تمثال منحوت في الجبل بنقوش والوان تبدو كما لو كانت لونت بالامس. عمر المقبره يرجع لاكثر من 4500 سنه في عهد الملك نفر اير كارع. ومن المناظر النادره للمصري القديم انه يظهر بشنب، وده لانه كان في شيء من عدم الطهاره، مع الاحتفاظ بالالوان الزاهيه زي فرق الالوان بين جسد الرجل والمراه اللي ظاهر بين تمثال وحدي وزوجته، وده بسبب تعرض الرجل للشمس بصوره اكبر من المراه. مقبره فيها رونق، فيها جمال، فيها تعبير عن الحياه اليوميه. بنتكلم واحد جلسه جميله جدا هو وزوجته قاعدين قدام مائده القرابين، مره ثانيه منظر للذبح الاضاحي ونشوف رفق المصري القديم بالحيوان، منظر تاني لصناعة الأفاس الجنزي، صناعة التماثيل، صناعة الأواني، صهر المعادن، صيد الطيور بالشباك، وصيد الأسماك بالرمح. لا، مناظر رائعة. على غير العادة إن المقبرة فيها بابين وهميين، واحد لوحدي وواحد لوالدته ميرات مين. الأبواب الوهمية في معتقد القدماء المصريين كانت بتمثل البوابة اللي بتنتقل منها الروح من عالم الأحياء لعالم الأموات.
وعلى الرغم من جمال المقبرة إلا أنها فيها ألغاز، وده بسبب الأسماء والوشوش المشطوبة عليها، ومن الروايات غير المؤكدة أن واحدي شطب اسم أخوه. سقارة هي الشاهد على ثبات حضارة وتاريخ مصر، هي الجذور التي لا تنتهي، هي الأرض التي ما زالت تحمل الكثير من الأسرار.